أشهد أن محمد رسول أكثر من 11 عاما اقتلعت الحرب صوت هذا الجامع. تألمنا حزنا إلا أننا بإذن الله تعالى وبإذن هؤلاء العمال الذين يكدون ويعرقون سيرجع الجامع إلى ما كان عليه وسيتعدد أصوات المؤذنين في هذا المسجد ليعود أن يدخل إلى بيوت الحلبيين 5 مرات في كل يوم بإذن الله. زهير محمود فرحتنا كبيرة ما بتنوصف بهالأداء اللي ارتفع اليوم بالجامع الكبير.